السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد، وهذا نظرا لطلبات الكثير من الأخوات اللي طلبوا العناية بالروتين، العناية بالقدمين واليدين. وإليكم بدون إطالة، إليكم مقادير الوصفة. عندنا ملعقتان كبيرتان نشا، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة من الليمون، عصير الليمون ملعقة كبيرة. اللي عندها حساسية تاع عصير الليمون تستعمل عصير البرتقال، هذا اللي عندها حساسية. نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، العفو لازم نفتحها، ملعقة كبيرة. نخلط جيدا حتى نتحصل على كريمة. هذه الوصفة أنا استعملتها شخصيا وأعطت نتيجة كثير مليحة، ترطب وترد القدمين ناعمتان كالحرير، وكذلك بيضاء. هاي أمامكم أخواتي الوصفة، نستعملها على القدمين مدة ربع ساعة إلى 30 دقيقة. قبل ما نستعملها نغسل القدمين وننشفهم، ومن بعد نوضع هذه الوصفة، وبعد ما تفوت المدة من ربع ساعة إلى 30 دقيقة نغسل القدمين بماء فاتر، وبعد نحطو، وبعد كي نخلصو نغسل القدمين نحطو هذا فازلين الليمون مرطب، نستعملوه على القدمين. وهذه الوصفة نافعة للقدمين واليدين مع بعض. وفي الأخير نقولكم إذا عجبتكم الوصفة عملوا لي شير وشاركوا في قناتي، وإلى اللقاء إن شاء الله في الوصفة القادمة.